أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه 74 الذي شهد احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في مختلف الجبهات وخصوصا في جنوبي البلاد وشرقيها. في الشرق نتحدث حيث مقاطعة خاركيف أعلنت هناك وزارة الدفاع الروسية تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ من نوع S-300. كذلك مشاهدينا الكرام ننتقل إلى شرقي البلاد حيث أعلن حاكم مقاطعة ليشتشانسك قتل 60 مدنيا بقصف القوات الروسية مدرسة لجأ إليها مدنيون. كذلك إلى الجنوب حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط قاذفتين أوكرانيتين من نوع سيخوي 24 ودمرت سفينة حربية أوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا. إلى الشرق من أوديسا تحديدا في مدينة خيرسون التي سقطت في يد القوات الروسية، فقد تعرضت هذه المدينة لقصف بصواريخ كاتيوشا مصدرها الجيش الأوكراني بحسب ما ذكرته موسكو. الآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.